في إطار تأمين موسم الاصطياف لسنة 2023 قمنا هذا اليوم بالقيام بمداهمات على مستوى الشاطئ الأزرق، على مستوى شاطئ النخيل وكذا شاطئ سيدي فرج، حيث أسفرت العملية عن حجز بعض الطاولات والشمسيات التي يستغل فيها المواطن لدفع مبالغ خيالية. كذا قمنا بحجز مختلف الحيوانات داخل الشاطئ، استغلال غير قانوني للأدوات المستعملة داخل الشاطئ، بالإضافة إلى القيام بعملية تحسيس متمثلة في مؤسسة الدرك الوطني وكذا مديرية التجارة وكذا فرقة البيئة. قمنا بدوريات تفتيش لمختلف المطاعم المتواجدة على مستوى شاطئ النخيل، حيث تمت معاينة مختلف المخالفات، وذلك حفاظا على صحة المواطن وصحة المصطاف.